تقبل الصدقات، اللهم بارك في الأوقات، اللهم بارك في الأقوات، اللهم بارك في الأعمار، اللهم بارك في الديار، اللهم بارك في الثمار، اللهم احفظ الجميع، اللهم استر الجميع، اللهم بارك في الجميع، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا محروما، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اسقنا الغيث النافع ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا عافية الدارين، اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المهتدين، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ملجأ المضطرين، ويا أمان الخائفين، ويا مجيب السائلين، ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت، اللهم عافي كل مبتلى. الحاج بقاسم وليدة الحاج محمد ان شاء الله رب العالمين يحفظهم. امين. يصلح ازواجهم ويصلح امواتهم. امين يا رب العالمين. اللهم احفظ الأمة والوطن من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.